مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اليومي همزه تواصل. نتواصل معكم في واحد من الموضوعات اللي بتدور في فعلا حياتكم. طبعا كتير سمعنا عن الاقتصاد الاخضر والهيدروجين الاخضر والطاقات المتجدده. ده اتجاه هام جدا، هو ليس بجديد ولكن يعني اتجاه هام جدا تتجه اليه دول العالم بشكل كبير. وطبعا ده عشان حل المشكله الاساسيه وهي التغير المناخي. التغير المناخي اللي نشأ أو كان السبب في الصناعة والإنسان اللي عمل تلوث بيئي أدى إلى ضرر في البيئة وفي المنظومة المتكاملة للبيئة، أدت إلى تغيرات مناخية، زادت درجة الحرارة، بقينا بنشوف أعاصير، بقينا بنشوف أمطار شديدة أو قحط وتصحر في أماكن تانية. وده اللي بيأثر على حياة الكرة الأرضية بشكل كامل، على حياة الإنسان واستمرارية الحياة. بقينا نسمع كمان عن حاجة اسمها التنمية المستدامة. التنمية ليست هي الاتجاه الأساسي، فالتنمية هو اتجاه، لكن التنمية المستدامة هو الاتجاه الأكثر شمولا الآن. إن مجرد التنمية لازم تكون مستدامة دائما، يعني نراعي فيها كمان حقوق أولادنا، نراعي فيها حقوق الأجيال القادمة. وهو ده المهم، ان التنمية ليست تنمية على سنة ولا اتنين ولا عشرة ولا عشرين ولا حتى خمسين. التنمية يجب ان تكون مستدامة، ولن تكون مستدامة الا اذا رعينا فيها حقوق الاجيال القادمة، ورعينا فيها ان الارض والسماء والحيوان والانسان لازم يكونوا دايرة متكاملة تعيش مع بعض في سلام وفي استمرارية واستدامة. حياة الإنسان نفسها بقى أصبحت مهددة بسبب التلوث البيئي، وبنشوف الأمراض الكثيرة، يعني طبعا أخطرها مرض السرطان بسبب التغيرات اللي بتحصل في المناخ. هنتكلم النهاردة على التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ما هو الاقتصاد الأخضر وكيفية التحول ليه؟ ومصر خطت خطوات كبيرة جدا، بداية من عمل مشروعات طاقة عشان نحد من استخدام الوقود الأحفوري اللي بيسبب تلوث الهواء، طاقة خضراء، شمس ورياح وغيره عشان ننتج كهرباء. هيكون سألنا النهاردة عن الاقتصاد الأخضر وهيكون كالتالي: كيف تضع مصر التحول إلى الاقتصاد الأخضر على قائمة أولوياتها؟ كيف تضع مصر التحول إلى الاقتصاد الأخضر على قائمة أولوياتها؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم من همزة وصل. دائما تابعونا، شاركونا بآرائكم ومقترحاتكم. همزة وصل اي جي، صفحتنا على الفيسبوك هي الصفحة الرسمية وعليها اللوجو بتاع همزة وصل. طبعا ده أساسي، مشاركاتكم بنعتمد عليها في حلقاتنا. هيكون معايا مجموعة من الضيوف المتخصصين في هذه الحلقة، ومنتظر مشاركاتكم على همزة وصل اي جي، صفحتنا على الفيسبوك. خلونا في البداية نخرج لتقرير سريع حول موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ بعدها معكم التواصل. يمثل الاقتصاد الأخضر طوق النجاة للدول لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البيئة. ومن بين تلك الدول التي تولي الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى مصر، والتي تنفذ مئات المشروعات في هذا المجال. ومفهوم الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الصديق للبيئة، ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة أو عوادم السيارات والانبعاثات الضارة والتي لها أثر سلبي على المناخ وعلى الغلاف الجوي والمشاكل التي تحدث في العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ. ويضم 6 قطاعات متنوعة تساهم بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في شتى مناحي الحياة. ويساعد الاقتصاد الأخضر 100 مليون مصري في تحقيق حياة أفضل وفقاً للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدي. الاقتصاد الأخضر له 6 قطاعات مختلفة، منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة بكل ما فيها، سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضي وإدارة النفايات. ويستخدم الاقتصاد الأخضر في الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة ومن بينها الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، بجانب المساعدة في توفير الطاقة بالمباني الخضراء لكي تصل إلى أعلى كفاءة. كما أن الاقتصاد الأخضر يعزز من الحد من الفقر والبطالة، ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوي وأثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات. وتنفذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، حيث بدأت في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تنفيذا لرؤية مصر 2030،
وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات الخضراء للحفاظ على البيئة والتي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، كما يتم تنفيذ أهم وأضخم مشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي تحقيقاً لتلك الرؤية، ويجري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الخضراء لكي ترتفع النسبة لتصبح 50% في الأعوام الثلاث القادمة. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير، حاول يلخصنا بسرعة إيه هو الاقتصاد الأخضر، المشاريع المشتركة، اهتمام مصر بيها. خلونا نعرف أكتر. معي عبر الهاتف الدكتور صالح عزب، مستشار وزير البيئة الأسبق استشاري التنمية المستدامة. دكتور صالح تحياتي. أهلا بحضرتك دكتور صالح. أيوة فهم. دكتور صالح، يعني في البداية خلينا نعرف، الناس بتسمع كتير مفاهيم ومصطلحات، أنا عايز أعرفهم معنى هذه المصطلحات بشكل دقيق. نتكلم على الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إيه هو الاقتصاد الأخضر؟ إيه هي المشاريع الخضراء أو مشاريع بتدخل في الاقتصاد الأخضر؟ وإيه ارتباطه بالتنمية المستدامة؟ هو يعني كلمة أخضر ارتبطت بالبيئة لأنه بتنتمي إلى تخضير أو زراعة الأشجار أو تخضير المنطقة وتنقيتها من ثاني أكسيد الكربون عن طريق زيادة مساحة النباتات. نعم. اللي موجودة. فالنباتات ده هي بتفرز أكسجين بيمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو، وبالتالي بيقلل من التلوث اللي موجود في الجو اللي هو انبعاثات السيارات والحاجات دي. كلمة اقتصاد أخضر بقى معناها اقتصاد بيئي، يعني الاقتصاد الذي يحمي البيئة، يراعي المعايير البيئية في أي مشروعات اقتصادية موجودة. الاقتصاد الأخضر هو نفس الاقتصاد العادي جدا ولكن مع مراعاة المعايير البيئية، يعني ما يكونش المشروعات مثلا فيها تلوث انبعاثات شديدة، ما يكونش التدفقات اللي خارجة منها ملوثة. نعم. للتربة وملوثة للمتجمعات المائية، زائد ان هناك مشاكل بيئية عالمية مثلا زي الاحترار العالمي او جلوبال وورمينج. نعم. اللي هي ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية، ده حصل نتيجة تراكم الانبعاثات او الاميشن اللي هي بتاع ثاني اكسيد الكربون وغاز الميثان ومجموعة الغازات اللي هي الغازات الدفيئة. نعم. الأنشطة الاقتصادية اللي بيقوم بيها الإنسان هي اللي بتطلع هذه الغازات. نعم. هذه الغازات تراكمت في الجو وحجبت انعكاس الأشعة من الأرض للشمس، فحصل احترار، ارتفاع في درجات حرارة الكرة الأرضية. يعني بيقدر في خلال بيتقاس هو كل من 30 إلى 50 سنة، فوجد إن هناك ارتفاع 3 أو 4 درجات في متوسط درجات الحرارة بتاع كل سنة. يعني هتقول لي 4 درجات مش مشكله، لا مشكله كبيره طبعا. لانه في فرق بين المناخ والطقس، الطقس ده بيتقاس اللي هو يوميا. صحيح. درجه حراره 18، لا بكره كذا، لا في صيف، لا في شتاء، لا في خريف، ده اسمه هي دي درجه حراره مستمره، فبتاثر على الجو والحياه والمياه والبشر والحيوانات وعلى المنظومه المنظومة البيئية كاملة. تغير كتير من تغير كتير. صح. وده طبعا سبب احنا اتكلمنا عليها قبل كده في 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 حلقة عن المناخ، وفكرة ان ده بسبب الاعاصير والزلازل، وده اللي بنشوفه، التغيرات ديت هي السبب في ده. طيب يعني احنا مصر متوجهة بشكل كبير، احنا عندنا اكبر محطة شمسية في العالم، محطة بنبان، عندنا محطات رياح. طبعا احنا ما كناش السباقين في هذا الموضوع، لكن القيادة السياسية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه توجهنا للاقتصاد الأخضر. شفنا عندنا زي ما قلت لحضرتك محطة بنبان للطاقة الشمسية، عندنا استخدام محطات الكهرباء الآن بالغاز اللي هي 3 محطات الكبار اللي مصر أنشأتها بالتعاون مع سيمنز الألمانية، عندنا تحول للغاز الطبيعي، بنحاول نقنع يعني السيارات ان هي نحولها للغاز الطبيعي وغيره. طبعا. هل هو ده، هي دي بداية بس هل هي كافية؟ لا مش بداية. احنا مصر دلوقتي تعتبر من الدول السباقة، اصبحت دلوقتي اهتمامها بقضايا التغير المناخي والقضايا البيئية من حوالي 7 سنين كده او 5 سنين، اصبحت من الدول الرائدة في العالم كله، والعالم كله بيبتدي ينظر لها على انها، يعني احنا دلوقتي بنمثل شمال افريقيا، اوريدي بنمثل شمال افريقيا، وفي مساعي ان احنا نمثل افريقيا كلها. نعم. من ناحيه التغير المناخي، زائد بقى المشروعات اللي احنا عملناها انجاز لم يحدث الا في الدول المتقدمه.
يعني احنا يعني الانجاز اللي في ال7 سنين ده، التحول اللي يمكن ناس كتيره مش شايفاه، فعلا حولنا من دوله كانت متاخره في الاقتصاد الاخضر الى دوله متقدمه فيه؟ اكيد. احنا الجهود اللي بذلت، يعني زي ما حضرتك عددت، اولا تحول من البنزين والجاز الى الغاز، تحويل السيارات الى الغاز الطبيعي. طبعا الغاز الانبعاثات والادخنه والتلوث اللي خارج منه 10% من اللي طالع من الكيروسين. نعم. فده انجاز في حد ذاته كبير. الانجاز الثاني انتاج السياره الكهربائيه، مش بس الاقتصار على السوق المصري ونشرها في السوق المصري، وانما ايضا السعي لتصديرها لدول كثيره ومنها الدول الافريقيه. الانتاج السياره الكهربائيه ده بيسموها السياره الخضراء او السياره صديقه البيئه، ده انجاز كبير جدا طبعا، دول كتير ما عملتوش. الانجاز الثالث هي مشروعات الطاقه المتجدده اللي حضرتك اشرت اليها. يعني احنا النهارده بنعمل مشروع زي مشروع الضبع ده اللي بيطلع لنا طاقه كهربيه تكفي تقريبا 30% من احتياجات مصر. دي طبعا بيوفر لك الطاقه الكهربيه اللي طالعه من محطات توليد الكهرباء اللي بتشتغل بالمازوت وبتشتغل بالبترول وبالبنزين وبالجاز، وبتطلع كميه تلوث رهيبه. فطبعا لما المشروع ده هيشتغل هيقلل استهلاك الوقود. ثانيا، ودي خطوه عظيمه جدا رغم ان الناس ممكن ما تكونش شايفاها، رفع الدعم عن الوقود، عشان الناس تحس ان الوقود ده حاجه مهمه جدا وانه ملوث للبيئه. الادخنه اللي بتطلعها السيارات ده هي بتلوث الجو، وده بينعكس على صحتنا، يعني اصبح هواء القاهره. انت دخلتني في نقطه ثانيه مهمه جدا يا دكتور، وهي ان الناس بتشوف التكلفه اللي احنا بندفعها في التحول مثلا، لان مزارع الرياح او مزارع الطاقه الشمسيه زي ما بيسموها بتكلف فلوس كتيره، ويمكن الناتج منها مش زي طبعا نواتج يعني الاحتراق العادي اللي هي محطات توليد الكهرباء. لكن هنا الناس ما بتشوفش الجزء الثاني من التكلفه، واللي هي صحه الانسان، ان احنا بنصرف اكتر على العلاج من امراض الحساسيه، امراض السرطان. هنا النقطه الثانيه المهمه اللي الناس مش شايفاها وغايبه عنها، هي دي، ما هي دي اسمها جوده الحياه. نعم. الويل بين، ان انت يعني تستفيد ايه لما تكون بتكسب $1000 في اليوم وانت بتشم هواء ملوث مثلا يبوظ لك صدرك؟ يعني ايه تمن كلمه الالم اللي بيحس بيه المريض والعلاج اللي بيقعده في المستشفى، او ده تمن؟ هل ده يقدر بتمن؟ يعني احنا بتبص بس للجزء الدعم اللي اتشال؟ لا، ده انا طبعا يعني بدعم الفقراء، اكيد كلنا مع الفقراء وكلنا واحنا نفسنا فقراء، ولكن الخطوه اللي اتخذت ده هي خطوه عظيمه جدا، انها رفع، لان هتعيد النظر في استخدام الوقود. مش كل حاجه بقى تركب العربيه بتاعتك، ومش كل حاجه، يعني هتعيد النظر في انك في عمليه استخدام، وبالفعل قللت كتير جدا من استهلاك الوقود اللي هو اساس المشكله كلها. يعني هو حرق الوقود الاحفوري. انت عندك 4 مليون سيارة بيتحركوا في القاهرة يوميا، ما بين مركبات وسيارات خاصة واجرة ونقل طبعا. فهذه السيارات كلها بتحرق جاز او بنزين، وبتخرج انبعاثات بتاعتها في الهواء، خلت هواء القاهرة ثالث اقذر هواء في العالم بعد كلكتا ونيو مكسيكو. ده كله بينعكس على صحتنا احنا مش بدارين، بشكل غير مباشر. صحيح. انت هنقرا بقى لما وعي الناس يرتفع ونعرف الانجازات. انت اتكلمت عن نقطه الطاقه الشمسيه، وانا عايز اتطرق ليها برضه. طيب، هو للاسف انا اعذرني يا دكتور صالح، انا ممكن نعمل حلقه تانية عن فكره الطاقه الشمسيه والطاقات المتجدده، لان وقت حلقتنا دايما بيبقى معايا ضيوف كتير ما بنلحقش فيها. انا بشكرك دكتور صالح عزب، مستشار وزير البيئه الاسبق واستشاري التنميه المستدامه، وانضم الي الان الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئه. دكتور وفيق، تحياتي. اهلا وسهلا، شرفت بيك. اهلا بحضرتك دكتور وفيق. يعني هنتكلم، بما ان حضرتك عضو البرلمان العالمي للبيئه، هنتكلم على الاهتمام العالمي بالبيئه. دايما بالدول المتقدمه كما يقال عليها، دايما بتشير باصابع البنان على الدول الفقيره وبتقول ان هي اللي متاخره في ذلك. لكن مثلا معاهده فرنسا للمناخ وغيره وغيره اللي تخلفت عنها الولايات المتحده السنه اللي فاتت، دايما بتشير ان الدول الصناعية الكبرى هي السبب في المشكلة اللي عايشها العالم الان، وان هم اللي عليهم ان هم يشيلوا ده. ما زالت المشكلة ما بين الاتنين، ايه الحل؟ طبعا
طبعا هي مشكلة الدول الكبرى أولا، لأنه خلاص إحنا طبعا تأكدنا إنه هو الاحتباس الحراري وتغير المناخ ده بفعل فاعل، والفاعل هو الإنسان، وعلى رأسه الإنتاج الصناعي. نعم، الدول الصناعية الكبرى. نعم. فبالتالي احنا دلوقتي مفروض من اول نوفمبر هتتبلور اول الخطوات العالمية للاقتصاد الاكبر. نعم. زي ما ذكرت حضرتك ان كان في مؤتمر باريس اللي في 2015 وده تعثر. حاليا بقى احنا هنبدأ صفحة جديدة من اول نوفمبر، لان في مؤتمر اللي هو كوب 26 وده هيعقد في انجلترا في جلاسكو، فده هيبقى باروكة الافتتاحات بتاعة الاقتصاد الأخضر. ليه انا بقول الكلام ده؟ لانه اولا كل الدول الكبرى هتتفق على انها تقلل الانبعاثات وتتحول للاقتصاد الأخضر. بالفعل احنا طبعا بندرس مع الدول الكبرى كلها دلوقتي ايه اللي هيتم. يعني من اكبر التحولات اللي هتتم ان الصين نفسها هتبطل محطات توليد الطاقة بالفحم، وكمان هتمنع دعم الدول اللي هي طالبة هذه المحطات ماديا. فده أول تحول. التحول الثاني إن هم حطوا في الدستور بتاعهم إن التحول للاقتصاد الأخضر في الصين. فبالتالي ادي حاجه. طبعا احنا عارفين امريكا بدات في الاداره الجديده ومتجهه للاقتصاد الاخضر بكل قوه، نامل ان هم يستمروا في هذا. اوروبا كلها دلوقتي بدات، السويد طبعا من اوائل الدول اللي بدات في الاقتصاد الاخضر، تليها المانيا وسويسرا، ومعظم اوروبا كلها دلوقتي شغاله في الموضوع. الأهم من هذا بقى إنه هو في هذا الاجتماع اللي جاي إنه في صندوق هيبقى للتحول للاقتصاد الأخضر للدول النامية اللي من ضمنها مصر. فبالتالي الدول العظمى دي مش بس إن هي هتتحول للاقتصاد الأخضر، لا كمان هتساهم ماديا في إنه للدول المتقدمة. طب هو ده بقى سؤالي الثاني يا دكتور. إن الاقتصاد الأخضر محتاج تكنولوجيات للأسف لن تستطيع الدول النامية الحصول عليها. بنتكلم على الهيدروجين الأخضر، بنتكلم أو القرمزي أو الهيدروجين بأنواعه المختلفة، اللي هو بعضه بيجي من تكسير المية، الآخر بيجي من تكسير المواد البترولية نفسها بس عشان أحصل على الهيدروجين. تكنولوجيا الطاقة الشمسية ما زالت غالية وغير اقتصادية لبعض الدول، يعني حتى الدول اللي عندها شمس ليل ونهار. استخدام الخلايا، يعني هو بالنسبة له احنا بنتكلم هنا على الفرصة البديلة، على قصة الفرصة البديلة، لان التكنولوجيات دي ازاي الدول الكبيرة يبقى عندها التزام مادي ومعنوي او اخلاقي ان هي تديها للدول النامية عشان تقدر تساعدها في التحول الاخضر. هو طبعا زي ما حضرتك قلت التزام اخلاقي، لكن هو هيبقى اتفاق دولي واحنا مراقبين لهذا الموضوع. نعم. انه كل الدول المره دي بقى مفروض هتلتزم، وهتبقى في حوالي 100 مليار دولار هتضخ في الصندوق من اتفاقيه باريس، حوالي 20 مليار بس اللي اتدفعوا، لكن احنا بنتوسم في ال 100 مليار واكثر. نعم. حاليا الموضوع بقى كريتيكال للعالم، والعالم كله عارف، والكوارث اللي احنا بنشوفها جميعا العالم ظاهره، ودرجه حراره الارض ارتفعت قربت من 1.5 درجه فوق الطبيعي. فبالتالي احنا خلاص وصلنا للبوردر لاين، فبالتالي كل الدول المفروض ان هي هتساهم في هذا. نعم. كمان المشاركة هتبقى متكاملة، ان احنا مش مجرد ان احنا ندفع فلوس، لا ده احنا ممكن ان احنا نعمل محطات طاقة شمسية في مصر مثلا، ولان موجود الشمس عندنا كويس نصدر لاوروبا ونصدر للبلدان اللي ما بيجيلها الشمس. صحيح. وبالتالي نصدرها بالظبط كده. فبالتالي هيبقى الموضوع فيه تكامل. طيب دكتور وفيق، يعني موضوع المناخ وموضوع الطقس يمكن ما بيكلمش فيه الا الاعلاميين او المتخصصين او كده،
لكن ضروري جدا ان هو يوصل للمواطن العادي. وانا ما بتكلمش على مصر وعلى فكره الثقافه وفرق الثقافه، يمكن الاوروبيين على ثقافه حتى من الامريكان. يعني الامريكان نفسهم فكره ان انت لما تقول لمزارع عادي تعالى ما تستخدمش مثلا ماكينه الحرث اللي بتستخدم الوقود، وهدي لك مثلا ماكينه بالطاقه الشمسيه بس هي 5 أضعاف السعر، هو مش هيروح لها. فكره هنا فرض ثقافه التحول الاخضر، هل محتاجه قانون؟ هل محتاجه زي مثلا في مصر احنا بنتكلم ان احنا بنعمل محطات طاقه شمسيه وبنوفر مش عارف ايه، ونلاقي مثلا مزارعين بيروحوا يحرقوا قش الرز عشان هم ما عندهمش اماكن بديله يعملوها. فكره فرض الثقافه هل هي محتاجه قانون؟ محتاجه، هي محتاجه تعاون من الكل في البدايه. هي محتاجه الاثنين اكيد، محتاجه اويرنس ان الناس تبقى عارفه ان عندها وعي. يبقى وعي، والاعلام طبعا وانتم مشكورين بتقوموا بهذه المهمه، ومحتاجه قانون رادع برضه، لان انا مش هقدر اطبق من غير ما يكون في ثواب وعقاب. نعم. كمان مصر الحقيقه بدات في حاجات كويسه جدا انا متابعها الحقيقه، يعني نعم. المنظومه المتكامله للمخلفات دي حاجه كويسه جدا، وان شاء الله نامل ليها النجاح. وكمان حياة كريمة اللي هي هتوظف في القرى المصرية، وكمان بتبطن الترع فبالتالي بتمنع فاقد المياه، فده كله يمنع يقلل من التلوث ويخلي الناس برضو بالوعي وبان هي بتشارك مع الحكومة في ان هي تعيش عيشة افضل. نعم. فلازم إن وهو ده اساس الاقتصاد الاخضر، ان الناس تعيش عيشه صحيه احسن، تحافظ على بيئتها، لان هو ده اللي يعني هيضمن استمرار الحياه على الكره الارضيه. انا بشكرك. بس خليني اقول حاجه فضل. مهمه جدا برضو علشان ما ننساهاش. اتفضل. انه الزياده السكانيه في العالم اكيد دي من ضمن الاولويات المهمه جدا للسيطره عليها. طبعا. مش بس في مصر، لا في العالم كله، فلازم ان احنا برضو ناخد بالنا من هذه الفكره. اكيد. انا بشكرك دكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئه، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. بشكر ايضا دكتور صالح عزب، مستشار وزير البيئه الأسبق استشاري التنمية المستدامة، ودول كانوا ضيوفي في الفقرة الأولى. خلونا نشوف ضيوفي على مواقع التواصل الاجتماعي رأيهم إيه. وفي الغمري بيقول الاقتصاد الأخضر يهدف إلى الحد من المخاطر البيئية وإلى تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي إلى حالة من التدهور البيئي، ولكن أو ولكي يكون الاقتصاد أخضر لا ينبغي أن يكون فعالا فحسب، بل أن يكون عادلا أيضا. وتسعى وزارة البيئة بمصر إلى تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يعني بنمو اقتصاد مستدام في ظل الحفاظ على البيئة وعناصرها المختلفة، ويأخذ البعد الاجتماعي الذي يتضمن العدالة الاجتماعية بعين الاعتبار والحد من الفقر والبطالة. جهود الوزارة تتركز في هذا الإطار على 6 قطاعات، هي الطاقة، المياه، النفايات، الزراعة، السياحة والنقل، وتتم من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وهنا أنا بشكرك أستاذ وفي، لأن هنا في نقطة مهمة جدا، هي الفكرة مش التحول للاقتصاد الأخضر أنك أنت تحول الأدوات اللي بتستخدمها تكون صديقة للبيئة، لازم الإنسان نفسه هو اللي يكون صديقة للبيئة، وعشان يكون صديق للبيئة لازم يكون عايش حياة كريمة علشان يقدر يعيش حياة كويسة ويقدر يحافظ على البيئة اللي حواليه. من أبرز المعجبين أيمن رمضان الأنصاري بيقول تضع مصر التحول إلى الاقتصاد الأخضر على قمة أولوياتها لحماية صحة المجتمع الآمن البيئي والصحي لحياة أفضل. أهمية الاقتصاد الأخضر في تقدم التنمية المستدامة والقضاء على الفقر لتقدم الوطن وترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة في شتى مناحي الحياة. محمود الضوي بيقول نعم، تضع مصر التحول للاقتصاد الأخضر على قمة أولوياتها لمواكبة التقدم العالمي للحفاظ على البيئة وماردها للأجيال القادمة بسلوك بحث علمي في شتى المجالات بتصميم وتنفيذ وابتكار وإبداع بمعايير الحفاظ على البيئة والجمال الحضاري باحترام ونظافة وانتماء، نخلي مصر جنة وعودة ريادة حضارة مصر. أشرف عبد الكريم، لكي ننهض بالاقتصاد الأخضر يجب أن يكون لدينا استراتيجية وطنية تحقق هذا الهدف مع تضافر كل القطاعات الإنتاج في الدولة للحد من التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة وتحسين بيئة العمل والإنتاج والارتقاء بجودة المنتج ودمجه بالمنظومة الرقمية وسهولة المتابعة والرقابة والاهتمام بتوصيات مؤتمر المناخ
والعمل على حماية البيئة بشكل مباشر وحماية التراث الحضاري والقديم للدولة، الآثار لتقليل ما تتعرض إليه من عوامل التعرية والتغير في المناخ. محمد عبد اللطيف: بدأت دول العالم في التوجه إلى ما يعرف بالاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي. وبدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة ورئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة. أشرف عبد الكريم بيقول مرة تانية: الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد صديق للبيئة، لا ينتج عنه ما يضر بالبيئة، وقادر على إحداث تنمية مستدامة للمجتمع، ويكون قادر على النمو والتطور باستمرار. اقتصاد يعطي قيمة مضافة للمنتج النهائي، اقتصاد فول أورجانيك، لا يضر بالإنسان ولا البيئة الطبيعية المحيطة به، وقادر على التعامل مع المخلفات بصورة لا تضر بالبيئة، سواء الهواء أو الماء أو التربة أو الأرض. دي كانت مجموعة من التعليقات، وطبعا مشاركاتكم دايما مهمة معانا في همزة وصل. أعود للمتخصصين، معي دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية. دكتور كريم تحياتي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور كريم. يعني حتى فكرة، إحنا بقت مصطلحات كتيرة بتطلع، الاقتصاد الأخضر، التغير المناخي، التنمية المستدامة، وكلمنا على التنمية المستدامة مع بعض قبل كده. الأهم إن فكرة النظريات الاقتصاد وحتى السياسة العادية اللي كانت الناس بتشتغل عليها تغيرت، ما عادش في اقتصاد بمعنى الاقتصاد بس اللي هو المصروفات وإيه الأوفر وغيره، لا، بقى الاقتصاد اقتصاد سياسي اجتماعي بيئي، كله مرتبط ببعض. فكرة الاقتصاد الأخضر شايفها من فكرة إن هي شايفها إزاي من هذه الفكرة؟ إن هو بيتكلم على تنمية مستدامة ودايرة كل العالم بيدور فيها. طيب، طبعا بداية خلينا نشير إلى مفهوم الاقتصاد الأخضر. مفهوم الاقتصاد الأخضر وفقا لتعريف برنامج الأمم المتحدة البيئي هو أشار إلى مفهومه في أنه بيتلخص في كيفية إدارة الموارد الطبيعية بما يحقق الرفاهية للعنصر البشري اللي هو الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف لكافة أفراد المجتمع. نعم. لكن على المفهوم الميداني واللي بنطبقه هو المفهوم اللي من خلاله بنحقق إدارة الموارد الطبيعية بما يحقق الحفاظ عليها سواء للأجيال الحالية أو للأجيال القادمة. وده من هنا بنجد أن أهداف التنمية المستدامة اللي أشارت إليها الأمم المتحدة واللي الدولة المصرية أصاغتها في رؤية مصر 2030 بتحقق أهداف الاقتصاد الأخضر، لأن 17 هدف لأهداف التنمية المستدامة جميعهم بيتطبق من خلالهم أو بيتحقق من خلالهم أو لن يتحققوا إلا من خلال تطبيق الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر ما دفع الدول إليه أو ما دفع الاتجاه إلى تطبيقه بالفعل العديد من الأسباب، يأتي على رأسها ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، يأتي على رأسها أيضا الزيادة السكانية. بدأ هناك يكون في كل دولة تزايد في عدد السكان، وبالتالي كان هناك من ضرورة لإدارة الموارد الطبيعية سواء من مياه أو أراضي زراعية للحفاظ على هذه طبعا الموارد. لأن تزايد السكان هيحول أن الموارد تبدأ تتآكل بشكل ما. طب ما تيجي يا دكتور نتكلم بقى بشكل بسيط عشان المواطن العادي يفهمنا. حياة كريمة احنا بنقول عليها اقتصاد أخضر، ازاي نطبق فكرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والمصطلحات الكبيرة قوي ديت على تجربة بسيطة؟ هي مش بسيطة طبعا، بس تجربة زي حياة كريمة. طيب خليني اقول لحضرتك ان تجربة حياة كريمة انا بعتبرها هي النموذج الأكبر والأكثر تطبيقا واقعيا لمفهوم الاقتصاد الأخضر بكل أبعاده. نعم. لماذا؟ لأنها مفهوم الاقتصاد الأخضر بيرتكز على 5 أمور، وهو إدارة النفايات، إدارة الأراضي، إدارة المياه، النقل المستدام، ودي طبعا جميعها إذا ما نظرنا بيتحقق في
هذه القرى والمناطق الأكثر احتياجا والأشد فقرا، بنبدأ من خلال حياة كريمة إعادة الحياة لهذه المناطق، إزالة النفايات عنها، إدخال المياه والمرافق إليها، عمل الدولة على وقف البناء على الأراضي الزراعية، ده أيضا نقطة فيها تحول إلى الاقتصاد الأخضر، لأن من خلالها بحافظ على الموارد الطبيعية والأمن الغذائي المصري. نعم. وبالتالي هنجد أن كافة جهود الدولة ومساعيها الآن والتعاون وتنسيق وتناغم بين كافة الوزارات، كان آخرهم اجتماع ما بين وزير المالية ووزيرة التخطيط ووزيرة البيئة، كان الهدف منه التحقيق الاستراتيجية الخاصة بالتحول الأخضر. وهنجد أن كل وزارة منهم بالفعل بتقوم بدورها. على سبيل المثال وزارة التخطيط قامت بالفعل بوضع يعني خلينا أقول لحضرتك بشبه رؤية لمشروعات التنمية المستدامة للدولة وكيفية تطبيقها للاقتصاد الأخضر، دي من ناحية. وزارة المالية بدأت بتسعى بالفعل ونجحت في طرح سندات خضراء، وحققت الطرح الأول 750 مليون دولار في سبتمبر 2020 مع انتظار الطرح الثاني والثالث. وزارة البيئة أيضا دورها إشرافي، لأنها بتعمل على الإشراف والمتابعة على كيفية تطبيق أولويات الدولة والاستراتيجيات العالمية والاتفاقيات الدولية الخاصة بتطبيق الاقتصاد الأخضر، لأن الدولة المصرية موقعة على اتفاقية باريس، وده بيمثل التزام عليها، والدولة المصرية ملتزمة بالفعل في تنفيذ ما جاء بهذه الاتفاقية. كنت أنا بتكلم مع أحد ضيوفي في الفقرة اللي فاتت على فكرة أن تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر تكنولوجيات ما زالت غالية، لو احنا بنتكلم على الفرصة البديلة بشكل اقتصادي يعني ما زالت غالية، وأن لازم يكون في، مش عايز أقول إلزام، بس عايزين نقول إن هو يعني لازم يكون في ميثاق أخلاقي للدول الصناعية الكبرى على رأسها الولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، اللي هي أساساً كانت المشكلة في التغير المناخي، إن الدول تساعد إن هو الدول النامية إن هي تتحول للاقتصاد الأخضر. يعني كما أشرت حضرتك بالفعل الدول النامية هي من تدفع فاتورة وتتحمل نتائج الدول المتقدمة التي تسببت في ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، وبالتالي هناك جهود الآن إلى تحميل هذه الدول أو مساهمتها في التحول إلى الاقتصاد الأخضر في الدول النامية التي تضررت من تعاملاتها مع المناخ والبيئة لما ذلك من تأثير. لكن خلينا أقول لحضرتك، وإن كان التحول إلى الاقتصاد الأخضر مهم جدا ومكلف أيضا، ولكن النتائج منه كبيرة جدا والفوائد كبيرة جدا. نعم. الاقتصاد الأخضر أصبح هو الاستثمار الواعد اللي بيسعى إليه كل مستثمر بيبحث عن دولة بتطبق أو لديها اقتصاد أخضر، أصبح هو الاقتصاد الآمن الذي يمكن للمستثمر أن يضع أو يستثمر أمواله فيه. هناك أيضا استراتيجية عالمية بتسعى إليها مؤسسات التمويل لتطبيقها، بتهدف إلى اقتصار التمويل الدولي حتى فيما يتعلق بمشروعات التنمية على الدول التي تطبق وتسعى إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر. نعم. خليني أقول لحضرتك أن الدولة المصرية أيضا من ضمن الركائز الخاصة بالاقتصاد الأخضر هو مفهوم النقل المستدام، وهنا الدولة المصرية نجحت في توفير النقل النظيف. نعم. وهنا عندما نتحدث عن النقل لا نقتصر فقط على الوسائل المواصلات، ولكن نتحدث أيضا على التحول الرقمي، لأن نقل البيانات وتداول المعلومات عن طريق شبكة التحول الرقمي أو منظومة التحول الرقمي ده بيحقق مفهوم الاقتصاد الأخضر، لأن أنا من خلاله بقدر أن أنا أقلل من استهلاك الأوراق، وبالتالي بقلل من عبء إدارة النفايات اللي بيرتكز عليها مفهوم الاقتصاد الأخضر. لا، وكمان بنقلل من قطع الأشجار اللي احنا بنحولها بعد كده أن احنا نستخدمها الورق. خليني هنا أسألك سؤال، يعني هيكون آخر سؤال بالنسبة لنا، ونربط فيه بين الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. الاقتصاد الأخضر، هل فكرة الحياة إن هو مش مجرد استمرارية، هو أصبح الحل الأخير اللي شايفاه البشرية لاستمرارية الحياة وبجودة، وده اللي احنا بنتكلم عليه في التنمية المستدامة، هل ده صحيح؟
هو أنا كما أشرت لحضرتك في بداية الحديث أن مفهوم الاقتصاد الأخضر بيحقق 17 هدف من التنمية المستدامة. نعم. لأن أول هدف هو القضاء على الجوع، وده اللي بيحققه الاقتصاد الأخضر من خلال توفيره للأمن الغذائي والمائي، لأنه بيدير الموارد الطبيعية للدولة سواء المياه سواء الأراضي الزراعية. النقطة الثانية القضاء على الفقر. الاقتصاد الأخضر أيضا بيوفر فرص عمل، بيدعو إلى استمرار العديد من المشروعات التي كان من الممكن أن تتوقف نتيجة اعتمادها على الوقود الأحفوري أو بعض المواد الملوثة للبيئة والضارة بها. بيساهم أيضا في إنتاج الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. نعم. وجدنا في أمس إشادة من رئيس منتدى رجال الأعمال الفرنسي مع لقاء السيد دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عندما أشاد بجهود الدولة المصرية في التحول إلى الطاقة النظيفة، وبدأت إنتاج ما يعادل 20% من استهلاكها من الطاقة. كل هذه الأمور إذن نحن على الطريق الصحيح في تطبيق الاقتصاد الأخضر، في تحقيق بيئة نظيفة، في تحقيق إنتاج مواد نظيفة، في خلق فرص عمل، مع ضمان استمرارية العديد من المشروعات التي كانت مهددة بالتوقف عن العمل. نعم، أنا بشكرك دكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، شكرا جزيلا. بشكر ضيوفي في الفقرة الأولى دكتور صالح عزب المستشار وزير البيئة الأسبق استشاري التنمية المستدامة، دكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة. وفي النهاية أنا عايز أقول لكم مشاهدينا الكرام إن الاقتصاد الأخضر هو خلاص هيبقى اتجاه الحياة العادي، يعني بعد كده السياح مش هتيجي مصر إلا لو كان جوها نظيف، عندها أماكن كتيرة ممكن تروحها تاني إذا الجو ما كانش نظيف. ده أبسط مثال ممكن نقوله. بكده نكون أنهينا هذه الحلقة من همزة وسط، كنا بنتكلم على الاقتصاد الأخضر وتوجه الدولة والإشادات العالمية بتوجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر. بنقول لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة وتحيات حسام الدين. إلى اللقاء.